واحد امين فرق معاك النهارده امين. زي ما قالوا سابونا اخواني موضوع النهارده المواضيع اللي هي مهمه جدا وفي نفس الوقت صعبه ان ده الكلام نقول عنه اللي هي كيف سنحيا في السماء. احنا هنعيش ازاي في السماء واللي عايشين في السماء دلوقتي عايشين ازاي؟ فموضوع ما نقدرش نتكلم عنه الا في اللي جه في الانجيل واقوال السيد المسيح واقوال الاباء. ما نقدرش نخرج عن هذا القطاع عشان يبقى الكلام كله كلام حسب ايماننا وحسب ايمان الكنيسه القبطيه الروسيه. حسب كلام الانجيل والسيد المسيح. طبعا في اباء كلموكم في الايام الماضيه برضه عن الوضع في السماء. لكن النهارده موضوعنا كيف سنحيا في السماء. أول حاجة السماء هي مسكن الله مع القديسين، مسكن الله مع القديسين، مسكن الله مع الملائكة هي كرسى الله، السماء هي كرسى الله الذي يسكن فيها الله أو عرش الله. أنتوا زي ما أنتوا عارفين طبعاً إن في كذا سماء، في سماء بنشوفها بأعيننا اللي هي السماء اللي فيها الطيور وفيها السحاب اللي قدامنا دي، وفي سماء تانية التي تحيط بالغلاف الجوي وبالكواكب وبالمجرات السمائية أو الفلكية، وبعد كده في السماء الثالثة اللي طلع ليها الكنيسة الأرثوذكسي بيؤمن إن في عدة سماوات، لكن بولس الرسول طلع رأت السماء الثالثة، والآباء القديسين فسروا الكلام ده إن السماء الثالثة دي هي الفردوس، فردوس النعيم الموجود في سيد المسيح مع الأبرار الآن انتظار ليوم القيامة الأخير وإعلان مجيئه، وبعد كده تكون القيامة العامة، وبعد كده السيد المسيح ياخد كل المؤمنين ويخش في سماء السماوات أو في نعيم السماوات الأبدي، نعيم السماوات الأبدي الذي يسكن فيه الآب. وزي ما احنا عارفين محدش شاف الآب أبدا، لا يستطيع إنسان زي ما قال الكتاب أن يرى الله يعيش، ولم أحد يرى الله إلا ابن الإنسان الذي كان في حضن أبيه هو إيه؟ هو خبر. ربنا عشان يظهر في العهد القديم كان بيبان في صورة سحاب أو في صورة عمود نار، أو يظهر في صورة نار زي في العليقة، أو يظهر في صورة إنسان أو ابن إنسان زي ما كان على فطرة القديسين، أو إنسان زي ما راح لأبينا إبراهيم في صورة ثلاثة قال عليهم ساعات ملائكة وقال عليهم ثلاث رجال، وكان بيظهر في صورة ملاك زي ما صار يعقوب مع الله طول الليل وغلب. ده في ذرات ربنا كان لازم ياخد شكل، ما يقدرش يظهر بلاهوته كله، ما حدش يقدر يشوف ربنا ويعيش. كذلك لما نسمع في موسى النبي لما جه أراد أن يرى الله ربنا قال له إيه؟ فاكرين؟ قال له تحفر حفرة كبيرة وتنزل فيها واستنى لغاية لما أعدي، وبعد ما عدي تنظر الى ازيال ابنه، يعني تشوفني من الاخر خالص كده وانا معدي. ويقول الكتاب المقدس ان فعلا ربنا عدى وموسى مازال في الحفره، وبعدين بقى ينظر لما ربنا مشي بعيد خالص بقى طلع يبص عليه من بعيد جدا، يقول لك ايه؟ فصار وجه موسى يلمع كالشمس، عشان بس شاف ربنا من بعيد 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 جدا. وصار وجه موسى يلمع كالشمس، اللي عارفين القصه لما نزل عشان يكلم الشعب ما يقدروش يبصوا له ويكلموه وجها لوجه، فاضطر يحط فوال او يحط شرق على وجهه قماش كده يكلم الناس من وجه قماش مش قادرين يبصوا في وشه. فكان هي عظمه الله الاب الذي لا يرى احد ويعيش. عشان كده احنا في السماء السماوات دي يعيش فيها الله. طب في دلوقتي احنا في السماء في الفردوس يعيشوا القديسين المنتقلين، يعيشوا كل القديسين المنتقلين يعيشوا في السماء. في السماء دي زي ما قلنا ان مسكن الله مع القديسين ومسكن الله مع الملائكه، والناس الابرار هيقوموا باجساد دلوقتي بيصعدوا بالروح وبيطلعوا السماء وبيعيشوا بالروح بارواحهم في السماء، يعيشوا مع المسيح في الفردوس. طب ايه هنعيش ازاي في السماء؟ هي قصه موجوده في انجيل مرقس كلمتنا عن كيف سنعيش
السيد المسيح نفسه. قصة حصلت مع السيد المسيح في إنجيل مرقس 12 تقريبا من الصحة من الآية 9 تقريبا، بيقول كيف نعيش مع الله في السماء. فبيقول كان في جماعة الصدقيون، دول جماعة طائفة من طوائف كانت موجودة عند المسيح زي الفريسيين وزي الكتبة، وكان الصدقيون دول ما بيأمنوش بالقيامة ولا بالأرواح ولا بالملائكة، وكان بيتريقوا طائفة من طوائف اليهود. فهم في مرة حبوا يعملوا سؤال لسيد المسيح، أو يعني حب يعني الذنوب، فبيقولوا له كما كان في شريعة موسى. ما عارفين في شريعة موسى لو واحد يتجوز ومخلفش كان ممكن أخوه ياخد امرأته والعيل الأولاني يخلفه ويسميه باسم أخوه عشان يكون له نسل على الأرض. فقالوا له واحد اتجوز واحدة ومات، وحسب شريعة موسى خدها أخوه ومات، وأخوه الثالث ومات، والرابع ومات لغاية الأخ السابع. خلصت عليهم يعني لغاية الأخ السابع كده. وبعدين بيقولوا إيه في القيامة في السماء؟ ستكون زوجة لمن منهم؟ المرأة دي على حسب كلام موسى وكلام الكتاب بيقولوا إن هي تتجوز أخ جوزها، فجوزت السبعة والسبعة ماتوا ما خلفتش منهم كلهم، فالمن تكون في السماء؟ فقال لها سيد المسيح، قال لها إيه؟ فأجاب يسوع أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ أنتم مش فاهمين حاجة، لا عارفين الكتب ولا عارفين قوة الله، لأنهم متى قاموا الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونوا كملائكة الله في السماوات. كملائكة الله في السماوات، فنحن سنعيش كملائكة الله زي ما الملائكة هي أرواح. الإنسان دلوقتي عايش بأرواحهم المنتقلين عايشين في السماء، وبعد القيامة الأخيرة يبدو أجساد نورانية روحية زي جسد السيد المسيح، كما قام هكذا نحن نكون في صورة نبي. لأنه تقام الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، يكون كبير الله في السماوات. أما من جهة الأموات أنهم يقومون، ولو أنتم تقولوا أن مفيش قيامة، طب الكتاب المقدس نفسه بيقول كتاب موسى تكلمون عليه في أمر عبدك كيف الله قال أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذن تضلون كثيرا. أنتم مش عارفين حاجة. فدي بتدينا صورة على هنكون فيها في السماء، هنكون زي أجساد الملائكة لا يتزوجون، لا في زواج ولا في تزاوج، بل هنكون كملائكة الله في السماء، هنكون زي ملائكة الله في السماء. طب وبعدين هنحيا ايه تاني؟ هنشوف ايه تاني في السماء؟ هنعيش ازاي؟ السماء ما نقدرش نتكلم عليها. إن بولس الرسول نفسه قال إيه لما طلع السماء التالتة؟ قال إيه؟ قال ما لم تره عين وما لم تسمعه أذن، ما لم يخطر على قلب بشر مع تفكير الله زي في القداس ومحب اسمك القدوس. ومحب اسمك القدوس، السماء هي غاية كل مسيح وهي هدف كل مسيح يعيش على الأرض عشان يوصل للسماء. زي ما قال أحد الآباء العامية معكوسة، الواحد لما يعيش هنا عمره قصير الناس ينفزع عليها على الأرض، لكن بيقول لما بيطلعوا فوق الناس اللي عاشوا عمره طويل بيقولوا يا بختك يا عم، احنا عشنا مئات السنين، بيقول انا عشت 100 سنه 80 سنه في عذاب على الارض، انت عشت لك 20 سنه وطلعت، زعلانين عليك ليه؟ ده انت طلعت السماء بسرعه، جيت للسماء بسرعه. في السماء مفيش وقت، مفيش 24 ساعه، مفيش شمس وقمر، مفيش شمس وليل ونهار، مفيش وقت، مفيش زمن. يقول أحد الآباء اللي مات من 1000 سنة هو مفيش وقت، مفيش زمن، زي اللي مات امبارح بالظبط، مفيش وقت، مفيش ظلام. كنا عارفين قصة بابا كرولس لما كان بيبخر الست العدد العشية يقول لها إيه؟ نهارك سعيد يا ممنون بالليل. فأبونا رفائيل تلميذه قال له سيدنا احنا بالليل يا سيدنا نهارك سعيد ايه؟ قال له يا ابني ما عندهمش ليل، يا ابني ما عندهمش ليل في السماء. السماء نور، السماء منورة بمين؟ بالخروف الذي في وصلنا، منورة بنور ربنا نفسه. ما عندهمش ليل ونهار، ما عندهمش صباح ومساء، بل هي صباح على طول ونور على طول.
في السماء بيقول كده بولس الرسول، بيقول لا فيها لا حزن ولا حزن ولا دموع ولا أوجاع ولا فيها ألم، ما فيهاش ألم ولا تنهد، ما فيهاش ندم على شيء. أنت دخلت السماء خلاص، دخلت السماء التي هي الحياة الأبدية، حياة النعيم الأبدي. فلا في حاجة تندم عليها ولا حاجة تحزن عليها ولا في مرض. كل اللي مريض على الأرض هيقوم بأرواح وأجساد نورانية لا تعرف الألم ولا تعرف الجوع ولا تعرف الحزن ولا تعرف التنهد أو الندم. فرح 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 أبدي وحياة سعيدة أبدية. وزي ما قال برضو أحد الأباء بيقول إن سنقوم على شدة قيامة السيد المسيح. فيه بقى قال في فرح دائم وحب دائم ونعيم دائم وسعادة دائمة. لا زي ما قال بولس ما استطاعش إنسان أن يصفها. والكنيسة بتاعتنا معمولة على شكل السماء. بص تلاقي الكنيسة فيها قبة زي السماء كده باينة إنها قبة. يقول لك قبة السماء، الكنيسة فيها قبة. والكنيسة دائما منيرة زي ما السماء منيرة بالنجوم وبالكواكب وبأنوار القديسين. والسماء فيها ملائكة، بنقول على الكنيسة بيت الملائكة برضه. والسماء فيها تسبيح والكنيسة فيها تسبيح. والسماء فيها قديسين. وزي ما كان بيكلم بطرس زي ما كان المسيحيين اكتب ده قديسين في كنيسة فلان. ان المسيحيين يجب ان يكونوا كلهم قديسين كما ابانا هو قدوس. فالكنيسة هي شبه السماء. زي ما نخش الكنيسة المفروض بهدوء ومحبة وتسامح، ويقول لك في القداس قبلوا بعضكم بعضا ما يكونش فيه لا غضب ولا نزاع ولا خصام ولا حاجات دي خالص. كذلك السماء هتكون هنعيش كده في السماء في فرح ده. هنا شبه السماويات السماء هنا شبه السماويات، حاجة تشبه السماء. الكنيسة هي شبه زي ما المسيح في وسط، زي ما شاف يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا رأى المسبح على السماء ورأى الخروف قائم عليه مذبوح عليه. كذلك المسيح بيبقى معانا هنا في الكنيسة في المسبح، والجسد ودمه مذبوح على المسبح أو موجود ذبيحة على المسبح. المفروض هنا في الأرض بنعيش بالإيمان، نؤمن بأمور لا ترى، أمور ما بنشوفهاش. في السماء سيكون بالعيان. في السماء بيقول الرب الحسبة والشهودة من ضمن الأشياء التي لا تخطو على قلب بشر أو التي لا ترى تراها عين، هي أن احنا نشوف ربنا نفسه. نشوف ربنا نفسه، ما حدش شاف ربنا على الأرض، لكن في السماء أو في السماوات الأبدية في النعيم بعد القيامة الأخيرة هنشوف ربنا نفسه، هنشوف الإله نفسه، هنشوف أجساد روحانية، نشوف الإله نفسه اللي هو لم تره عين على الأرض. ما لم تره عين، ما لم تره عين برضو في السماء هنشوف الملائكة. الملائكة ما تشافش بالعينين المجردة، لازم ربنا يدي نعمة أو بصيرة روحية عشان ترى الملائكة. ولازم تكون إنسان نقي نقي وطاهر جدا. يقول لك إيه؟ أنقياء القلب يعينون الله. فما كانش الواحد يوصل. في ناس من البشر وصلوا للأرض عاشوا مع المسيح كل أمانة، وصلوا للنقاوة والطهارة، فشافوا المسيح إداهم عربون مذاق كده من السماوات. وفي ناس كتب عنه الكتاب المقدس. كمين زي مين؟ زي استفانوس ورب استشهد. ورب استشهد بعد ما قالوا اكفوا الله ويبتاه، لقى السماء مفتوحة متشبه للمسيح، ولقى السيد المسيح قاعد على يمين الله. ده عربون مذاق للسماء. بولس الرسول لما طلع للسماء التالتة ده عربون لمذاق الحياة على السماء. زي أليشع أيام الحرب لما بص بقى سماء مفتوحة وجيوش من الملائكة، فقال للتلميذ وقال له إيه؟ الذين معنا أكثر من الذين علينا. قال له جهز كده. شافوا عربون أو مذاقة من اللي يوجد في السماء. إحنا مشكلتنا إن إحنا على الأرض مشغولون بالماديات وحواسنا كلها مادية. لكن في قديسين وفي ناس عايشين على الأرض
وبيسمج الروح فوق شهوات الجسد، وبيسمج الروح لدرجه ان هم بيشوفوا علامات. وربنا بيسمح لبعض البشر ان يروا في اوقات معينه، ليس كل الوقت، اوقات معينه يشوفوا حاجات معينه، يشوفوا حاجات معينه. زي ما قال من الحاجات اللي هنشوفها في السماء برضو، او نعيشها في السماء، هنعيش مع القديسين. اللي كان نفسه يشوف البابا كورلس هيشوف البابا كورلس، اللي عايش في الانبا ابراهام هيشوف الانبا ابراهام. زي ما البابا شتوت علق لما تنيح البابا كورلس وقال ايه، يا ترى يا مارينا قابلت ازاي البابا كورلس في السماء. اللي بيحب مارجيرجس عايز يشوف مارجيرجس، اللي بيحب ماك مخيل عايش في مخيل. احنا في السماء بنبقى شايفينهم عيان، في الارض بنشوفهم بالايمان، في السماء بنشوفهم بالعيان، ما لم تر عين وما لم تسمع به اذن. ده حاجات ما بنقدرش نشوفها واحنا على الارض، هنشوفها في السماء. وفي ناس بيشوفوها، ربنا بيديهم مذاق روحيه انهم يروا الحاجات دي وهم على الارض. بيقول بولس الرسول لنا نحن المؤمنين في عبرانيين 14 ان ندخل الى الراحه، وقال ايضا فلنجتهد ان ندخل الى الراحه. فالسماء هي الراحه، الراحه يسموها الراحه الابديه، ننتقل الى النعيم الابدي او الراحه الابديه. فوق في راحه، فوق في سعاده. ناس لما قالوا ان احنا بعض القديسين وبعض سير القديسين لما كان بيتنقل الروح ويطلعوا السماء وينزلوا، كان بيقول ان هم بيشموا، او حتى بيجي زائر من السماء يجي على الارض يزور حد من الناس يقول لك شمينا ريحه بكور وريحه جميله جدا جدا. في السماء هتكون اجمل بكتير، في السماء هتكون اكثر بكتير، في السماء هتكون بالعيان وليس بالايمان. وبيقولوا كده الاباء، اباء من منذ اساس الرسول من القرون الاولى، يقول الانسان مخلوق سماوي، لانه في روح وفي جسد. وزي ما قلنا الاباء دايما سمعتوا كتير ان الانسان لو مشي ورا الجسد ينزل للجسد، زي ما بيشترك معاه الحيوان في الجسد ينزل الى طبيعه الحيوان بالجسد بس. ولما يعمل من اجل الروح ويعيش في الروح يسمج الروح لدرجه انه يوصل يبقى زي الملائكه، يبقى زي الملائكه. وفي قصه تحضرني الان، ده في زي الشراكيب ولا حاجه، ان زي الاطفال ببرائتهم والنقاوه بتاعتهم بيروا حاجات كثيره جدا. سمعت ناس كتير هنا من اولادهم شافوا العذراء في اماكن. وفي قصه معروفه كانت حصلت في دير المارينا، كان في مشكله مره على مباني مكان بيبنوا المزار بتاع بابا كورلس والكنيسه بتاعته، حصلت مشكله بين اعضاء اللجنه وبين الاباء في الدير على المباني، والعمليه وقفت والحكايه كانت هتقف خالص. فالاباء بتوع الدير رفعوا صلوات وقداسات عشان خاطر ربنا ينهي الموضوع ده. بيقول بقى القصه بتقول ان ولد وبنته بيلعبوا، فهما بيلعبوا بس لقى مرمينا هوب راح نزل، وهوب البابا كورلس نزل من السماء، والاثنين ماشيين يتكلموا مع بعض هما شايفينهم عشان ارواحهم مكيفه. بيقول لك انه كان بيسمعوا بابا كورلس يقول لمرمينا طب ما يعملوا هنا كذا، يقول له شوف يا سيدنا ممكن يعملوا هنا كذا، وبيقسموا الشغل المفروض البشر يعملوه او المسؤولين عن المباني. بعد كده نبص نلاقي ان الاولاد دول قعدوا يهيصوا ويسقفوا البابا كورلس اهو مرمينا اهو، فتلموا عليهم الناس والرباط ساعتهم لما شافوا الرؤيه دي، خدوهم لقرابينا وقالوا له احنا حكوا الحكايه بالظبط، شفنا مرمينا الناس بابا كورلس، وقعدوا يتكلموا ويشاوروا هنا وهنا. فراح مرمينا قرابينا راحوا الرباط وعملوا تمجيد لمرمينا بابا كورلس. العجيبه بقى، العجيبه كل اطراف النزاع يتجمعوا في هذا اليوم بدون سابق انذار. لا المهندس جاي ولا اعضاء اللجنه جايه ولا المقاول جاي ولا كله اتجمعوا وقعدوا مع بعض واتحلت المشكله. ففي زيارات من السماء لينا، وفي ناس تتخطف من السماء وتشوف حاجات في السماء. عشان كده سيد المسيح دايما حتى كان بيتكلم عن ملكوت السماوات يقول لك ايه، يشبه ملكوت السماوات، يشبه، ما يقدرش يوصفها بالظبط، مش هنستحمل، مش هنفهم. لما تيجي الواحد تقول مثلا
عمره ما شاف المسألة، يعني أي حاجة معينة يقول أنت بتقولي شفت كذا، إيه ده؟ ما يعرفوش، ما شافوش. فيوسف له إيه؟ ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن. ما لم تسمع به أذن يبقى لسه بابا شهودة إن هنسمع في السماء لغة واحدة. الشعوب تتكلم بألفين لغة تقريبا. في أفريقيا في مئات اللغات، في أفريقيا واحدة. ولكن في السماء لغة واحدة يسموها لغة السمائيين. لغة واحدة. هيرجع الإنسان قبل بابل بلغة واحدة بس في السماء، هنسمع هذا اللغة التي لا إيه؟ لا، ما لم يخطر على قلب بشر، ما لم ينظر عين تسمع به أذن. في السماوات هنسمع تسابيح الملائكة، وهنسمع الشاوبين والصرافين ويقول قدوس 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 إلى الجالس على العرش، وهنشوف الأربعة وعشرين قسيس بالجنات اللي في إيديهم البحور وهم بيسبحوا الله، ويشوفوا الذين غلبوه بدم الخروف وهم يسبحون تسبحة الغلبة، تسبحة الغلبة بدم الخروف. فالسماء ما حدش بقى قاعد يفكر هعمل ايه، يبقى دايما مشغول بحاجات روحيه وحاجات الهيه. وزي ما قلنا ما فيش هناك زمن، ما فيش زهر، ما حدش هيزهق. يعني الميت مثلا من 5000 سنه ما بيعمل ايه فوق ال 5000 سنه؟ هو ما حسش بقى له 5000 سنه، هو كانه ميت امبارح. ما فيش زمن، ما فيش ليل نهار، ما فيش شمس وارض. ففي السماء سنحيا كالملائكه، وسنعيش مع القديسين، ونعيش مع الملائكه، ونرى كل الملائكه، ونرى القديسين، ونرى الرسل، ونرى الانبياء، ونرى كل ما كنا نسمع عنه او نتخيله او يعملوا له صوره في فيلم او في كتاب، سنراه بالعيان في السماء. يقول نيافه الانبا يؤنس المتنيح السفراويه في كتاب، هو الوحيد اللي اتغرق وكتب كتاب عن السماء، هو ابونا منسى يوحنا، وليه كتاب جميل جدا عن السماء. الانبا يؤنس السفراويه بيقول لما كان بيتكلم عن السماء وان ازاي السماء دي معموله برضو عشان يعيش الله مع الانسان فيها، وان ربنا يمجد الانسان ويعطيه مجده بعد موته وقيامته، ويعطيله خاصية الجسد الممجد إن هو يعيش في السماء. دلوقتي بنعيش في الروح في الفردوس لغاية لما تقوم القيامة الأخيرة. القيامة الأخيرة ستكون كل البشر بأجسادهم أجساد روحانية. وفي السماء ما فيش شيخوخة، حتى الناس اللي شافوا القديسين كانوا بيشوفوه بأبهى صورة ليه في حياتك وما شافوهوش في حياته. يعني ممكن واحد مثلا عاش مع البابا قدوس، عاش مع الأنبا مكاري، عاش مع فلان، شافه وهو كبير ما شافوش وهو صغير. يقول لك في السماء سيروح أبهى صورة لي وهو في شبابه بجمال نوراني وجمال روحاني، زي قصة الأم إيرين سمعتوها كلها لما طلعت فوق عشان تصلي. كان زعلان إن المسيح أخذ الأنبا مكاريوس اللي كان بياخد اعترافات الرهبات من سنين طويلة بيحبوه بيحبهم وأربع حنون عليهم، وكانت بتعاتب السيد المسيح ليه تاخد السيد المسيح، ليه تاخد الأنبا مكاريوس، فخطفها للسماء. هي بتقول حوالي 10 دقايق، لكن كان في تصوير بتدور عليها عشان فيها الحقنه. قعدت ساعه كامله، ساعات تكمل عليها، وفي الاخر تدور عليها، في الاخر قعدت على الباب باب الاوضه عشان تشوفها تيجي في منين. بعدين سمعت صوتها جوه الاوضه، كانت دخلت فتشت حتى تحت السرير ما لقتش حاجه، فكانت لها جت غربيل السكر واترمت في حته ولا حاجه، فقالت لها انت كنت فين؟ ما قلتش لها. في الاخر قالت لها قولي بس مش حاضر لما اموت. وبعدين وهي عايشه كتبت هذه القصه عشان تجي تنبيه الأنبا مكاريوس، إن ربنا خدها فوق ولقى نفسها قدام الأنبا مكاريوس بتقول له يا سيدنا قال أنا زعلان مني، زعلان مني أنا قبل الأرض، أنت ليه تزعلي من ربنا وتزعلي من المسيح ويقعد على خاطرك؟ أنت شايف أنا فين؟ أنت في مكان عظيم. قال لها شايف شكل إيه؟ أنا شكلك ممجد في نور عظيم. قال لها طب ليه تحزني؟ وليه تحزني؟ وليه تحزني قلب المسيح؟ ونزل بعد كده وبقت فرحانة جدا باللي شافته، واختاروا أب اعتراف كامل للدير وعاشوا في رعاية هذا الأرض وفي إرشاده. يقول الأنبا يؤنس في كتاب السماء إن أحد الآباء كان على المسبح وهو بيصلي وبيقفل الحتة اللي بيمسك فيها، بيقول ونظر بيمسك الجسد الأطفال بتتحول، يقول ونظر إلى السماء إليك يا الله الآباء وسيد كل أحد، وبيقول لك
راح خالص وقعد ساكت ساكت مدة طويلة. فالشباب سكتوا يا أبونا يقولوا له الحتة اللي بعديها فكلهم ناسي. قعد يكملوا وهو مش هنا خالص. بعدين المعلم قال له يا أبونا راح نكمله في الحتة اللي المفروض يصليها بعد كده. لا أبونا حس إن هو مسحوق بالروح وإن هو بيرى السماء أمامه. فقال للناس يقول لهم يعني إيه؟ ننتظر. فانتظروا والناس كلها حميت في الصلاة. عرفوا إن أبونا شايف منظر وشايف السماء مفتوحة. وزي ما بيقولوا كرسي بابا كرولوس، اطلب من الله في وقت القداس بكل قلبك ما تريد فالسماء مفتوحة وتستجاب الصلوات. وقت القداس الناس بتسرح في اللحن، بتسرح في حاجات كتير، بعدين يجي يشتكوا من حاجات صغيرة، مش قادر أبطل كذا، مش قادر أبطل كذا، مش قادر. يا حبيبي اطلب في القداس، اطلب من ربنا في القداس، القداس شغال، السماء مفتوحة والسماء تستجيب. اطلب في كل قداس كل اللي انت عايزه. الخطيئة فيها تعباني اطلب من ربنا. مش قادر ابطل كذب اطلب من ربنا. مش قادر ابطل خلفان اطلب من ربنا. مش قادر ابطل شتيمة اطلب من ربنا. نفاذة اطلب من ربنا. كل اللي ما انت تريده اطلب من ربنا في القداس. ويوم وغيوم وغيك ربنا بتطلب بلجاجة ربنا يستجيب. هو قال كده اطلبوا بلجاجة. وابدا المثل بتاع قاد الزر زي ما الست قعدت تزن الزن في الدهر اللي هي عايزاه. فوقت القداس السماء اتفتحت وابونا شاف رؤية في السماء. وبعد 10 دقائق كاملة، أقول لك من 10 ربع ساعة لك 10-12 دقيقة كده، أبونا رجع تاني وابتدى يكمل القداس. وكانت الناس كلها بتطلب بكل طرقة بكل لجاجة. فقعدوا يسألوه، مفيش يقول له ولا مخلوق إلا المعلم. قال للمعلم وشرط عليه ما يكلمش ولا كلمة اللي بعد حال شافه في القداس. وفي ناس كتير، يعني في آباء كتير كانت عليها قصص كتير، ياما شافت السماء مفتوحة وشافت حاجات. فبيقول لك ان هو شاف السماء مفتوحة وما يكلمش بعد ما تنجح. زي كان في أب كان عايش معانا هنا، يعرفه أبونا الله ينح نفسه، يعرفه أبونا إفرايم وبعض الآباء، إنه ما كانش مسيحي وبعدين دخل في المسيحية وبعدين اتراهبن. وفي أول أيامه كان اتراهبن ودخل الدير واتقسم قس. وكان لما يجي كان بيصلي أيام سنة مغسل ويفتكرها فيكم. وكان لما يجي يصلي كان بيبكي. فبعد الشباب سألوه أبونا بتبكي على إيه؟ ما قالش لأي حد إلا واحد أو اثنين. قال لهم في أول إيماني بالمسيح واقف بقالي كام يوم لا باكل ولا بشرب ولا عارف أفكر، عايز أعرف المسيح هو الله ولا لا. فقعد يطلب من ربنا بلجاجة لثلاث أيام، ما كانش فيهم ولا لقمة، ما عرفش ينام فيهم، إن هو الموضوع شغله عايز يعرف. وفي الآخر خالص لقى كل الحجار كل حيطان الأوضة الحجرة اللي فيها بتوسع بتوسع بتوسع، ولقى زي السماء وجاي السيد المسيح دخل عليه وخده وحضنه وعصره بإيدين الاثنين كده في حضنه. بيقول إن هو وهو في القداس كان أوقات بيحس بالحضن ده. عشان كده كان بيبكي. ناس كتير شافوا السماء هم على الأرض وشافوا حياة النص والفرح، لكن في السماء هنا بيجهد. في السماء فيش جهاد، لا جهاد ولا في مشاكل ولا في معاكسات ولا في شيطان ولا في عدو خير ولا في فكر شرير ولا في عصرة ولا في شهوة ولا في أي حاجة. في السماء في الفرح والنصرة. ربنا يعطينا أن نعيش بشفاعة القديسين حياة النصرة وحياة الفرح والحب والسلام. وأنا بشكر ربنا إفرايم ربنا بنيامين لمحبتهم إن يدونا نتكلم في وجودهم. وربنا بشكرهم على محبتهم وتشجيعهم. ربنا شجعني كتير عشان نتكلم في الموضوع ده. ربنا على رضا ربنا إفرايم. وربنا يعطينا كل بركة روحية ويعطينا المنظر دائما إلى السماء، لا منظر إلى المرئيات بل غير المرئيات، ونهتم بحياتنا الروحية. وإلهنا كل المجد دائما أبديا.